صباح الخير، صباح النور، وحلقه جديده من برنامج دردشه سعيده، دردشه سريعه. حلقه النهارده حلقه رياضه، هنتكلم فيها عن حصاد 2020. كل هي بصراحه كانت سنه صعبه جدا قوي في عالم الرياضه، فيها احداث تاريخيه اكثر من تاريخنا مرينا بيها كلنا. نقدم ضيوفنا الاول ونخش في الحلقه. معنا الاستاذ شادي اسامه، الناقد الرياضي، رئيس القسم الرياضي بموقع اخباري والخبر اليوم وجريده عالم النجوم. مرحبا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، الشرف ليا الدور مع حضرتك. ده الشرف ليا انا شادي بيه، والله الشرف ليا انا. الاستاذ عبد العزيز العوم، مدير اداره رعايه الشباب بالاكاديميه الحديثه بالمعادي. اهلا بيك يا استاذ احمد، اهلا بيك، اهلا بحضرتك. يا حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن كل ما دار في 2020 في عالم الرياضه. طبعا الرياضه اتاثرت بفيروس كورونا، بعض النشاطات، مش بعض النشاطات، كل النشاط توقفت واستأنفت بعد مقاتله ضد الفيروس. نطلع التقرير ده نشوفه بصوت الزميل احمد منصور ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم تاني، وبشكر الزميل احمد منصور على التقرير الجميل والاعداد الاكثر مبهر للتقرير الرياضي ده. استاذ شادي اهلا بيك، اهلا بيك يا جمهورك الكريم وسعيد مره ثانيه. احداث كانت كتيره قوي في 2020. طبعا يعني خلينا نتكلم، لو هنبدا على المحلي بدا الزمالك. نبدا المحلي ونبدا بالاوروبي ونبدا هي نبداها سنه. اول حاجه الصفقات، طبعا الاهلي ضرب الصفقه الاكثر ازعاجا للزمالك اللي هو التعاقد مع محمود كهربا، ثم مشاركته في مباراه السوبر طبعا، وتم ايقافه لفتره كبيره جدا مع النادي الاهلي. بعد كده لو اتكلمنا عن الزمالك على المستوى، هي كانت سنه الحزن وسنه السعاده، سنه السعاده في بدايتها والبؤساء في نهايتها. الزمالك قدر يفوز مع كارتيرون المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي ومدرب وادي دجله. الزمالك اتاثر والرجاء برحيل كارتيرون بكل تاكيد. يعني خلينا نتكلم، جيمي بيتشوكا مدرب جيد ولكن ليس مدرب متميز. لما نتكلم على كارتيرون مدرب متميز جدا، بدليل ان هو فاز مع الرجاء بكاس السوبر الافريقي على حساب نفس المنافس هو الترجي التونسي، ثم بعد ذلك يواجه الزمالك الترجي ويفوز عليه 3-1 في قطر، ثم بعد ذلك الزمالك يفوز على نفس الفريق مع كارتيرون. الزمالك اتأثر فعلا برحيل كارتيرون. كارتيرون كان بيعرف من اين تاكل الكتف في المباراه، يخطف المباراه. كان ماتشاته الكبرى بيعرف يتعامل، بيعرف يديرها صح. يعني هو ومدرب الاهلي ريني فايلر المدرب السابق كان بيعرفوا يديروا مباريات لحد الدور الاول قبل كورونا. طب الاهلي تاثر برحيل؟ لا، الاهلي لم يتاثر، العكس. الاهلي بالعكس، الاهلي مع موسيماني استفاد اكتر. استقطب موسيماني، وكان موسيماني طريقته شبه جوارديولا. كانت صفقه يعني مش صفقه غريبه، طب لا ومزعج لجميع الجماهير الاهلي. هو لما نتكلم نقطه نقطه، خلينا نتكلم احنا قلنا الزمالك قدر يفوز مع فايل كارتيرون سواء بالكاس على حساب الاهلي بركلات الترجيح، ليعيد نفس السيناريو اللي الزمالك بيفوز بكاس السوبر على حساب الاهلي في 2016 برضه بركلات الترجيح. لما نيجي نرجع للنقطه اللي بعديها، هتتكلم عن كارتيرون فاز برضه بالسوبر على الزمالك مع الزمالك على الترجي، وقدر يطلع الترجي من دوري الابطال، ودي مفاجاه الموسم بالنسبه لجمهور الترجي ان هم يطلع من دوري الابطال. ان الترجي كان طبعا الكلام الكتير مقال ان الترجي بيكسب بالتحكيم بمساعده رئيس النادي برشوه الحكام، الزمالك قدر يكسبه 3-1 في وسط عصبيه وضغط جماهيري. ايوه احنا بنتكلم على مباراه القاهره، كسب هنا 3-1 وسط ضغط جماهيري وضغط على لعيبه الترجي مقابل بعض المشاحنات اللي حصلت في تونس. الزمالك خسر 1-0 وقدر يعبر للدور اللي بعديه. هنتكلم عن الناحية التانية، لو خلصنا الزمالك نتكلم بقى عن نادي بيراميدز. عمل صفقات كتير جدا في 2020، وصلوا النهائي، ووصل لنهائي كأس الكونفدرالية بعد تغيير أحداث كورونا. تم تغيير نظام دوري بطولة كأس الكونفدرالية ليلعب بيراميدز مباراة حرية الغيني هناك في المغرب ويفوز، بعد كده يوصل لنصف النهائي ليواجه المغرب الفريق نهضة بركان اللي هو الوصيف البطولة. وصيف البطولة امام الزمالك، كان الزمالك كان كسبه في النهائي، الزمالك فاز عليه بركلات الترجيح برضه، يواجهه يفوز عليه نهضة بركان وسط بعض جدال التحكيم. كهربا ليه دور كبير قوي، يفوز الزمالك في على نهضة بركان هنا في القاهرة ليه دور كبير، ولكن برضه خلينا ليه دور كبير في ايه؟ الزمالك لا هقول لك، هو ضربة الجزاء، مش دور ضربة، ان هو ان هو لما حصل وقال له راجع الفار
يعني خلاها راجع الفار تاني وشاف ان الزمالك ليه ضربه جزاء رغم ان هي ما كانتش واضحه هو راح للحكم مصمم ان هو يرجع تاني للفار عشان يشوف ضربه الجزاء. هي زي ما قلت لحضرتك هو كهربا لعيب متميز جدا، ولكن كهربا في الفتره الاخيره ما كانش مركز مع في الكوره بره بعيد عن الكوره، بدا يركز في الجو الاكاديمي انشاء الاكاديميه الخاصه بيه وبعض الاشياء الاخرى بعيد عن كره القدم فتاثر شويه في مستواه. بس لما بدا يركز مع النادي الاهلي ويحس ان هو خلاص بدا ياخد بره هياخد رجل ويطلع بره النادي الاهلي زيه زي امثال كتير شفنا صالح جمعه بس هو ثبت الموسم في 2020 ان النادي الاهلي طلعه يلعب في سيراميكا كليوباترا في نهايه يعني بعد نهايه الموسم. اعتقد ان صالح جمعه ضيع نفسه كتير، الاهلي اداله فرص كتير وشفنا مشاكل كتير صالح عملها. صالح جمعه نجم كبير جدا ومهاريا رهيب لو ركز في الملعب ركز. لا هو صالح جمعه شبيه بالمثال ابرز مثل في الكره المصريه ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد لو كان ركز في الكوره هو كان مدافع متميز جدا من احسن من لكن ابراهيم سعيد لعب في الاهلي ولعب في الزمالك ولعب في الاسماعيلي لم يركز في كره القدم فبدا فاعتزل بدري. كذلك احمد حسام ميدو لما ركز في الكوره فتره كان متالق جدا اياكس مارسيليا روما توتنهام لما بدا يبعد عن الكوره اختتمها بنادي درجه ثانيه في انجلترا. تمام فده لو قلنا حصاد الزمالك في 2020 هنرجع على النادي الاهلي. الاهلي لم يتاثر برحيل فايرر مع بدايه ولايته مع الاهلي عقده مع موسيماني كان الجماهير الاهلي غير ما كانتش راضيه في الاول عشان مستعجبه طريقته هل الراجل ده هينجح ولا لا. لا يعني هو الفكره كان الاول ان ازاي انا استقطب للنادي الاهلي رقم واحد في افريقيا استقطب مدرب افريقي ده كانت حاجه جديده عليهم مش جديده. بص هي مش جديده. طب انا هسالك سؤال، هل 5-0 كانت من ضمن اسباب التعاقد مع موسيماني؟ لا مش شرط. ولا عشان فكر موسيماني؟ لا فكر موسيماني شبيه بفكر جوارديولا. فكر اوروبي. فكر اوروبي. بيبي جوارديولا. انا من اول الناس اللي اقتنعت جدا جدا بالتعاقد مع موسيماني. طيب انا هو مدرب طبعا. بتكلم مع جماهير الاهلي بقول لهم على فكره انتوا المفروض تفرحوا ان ده مدرب اوروبي. افريقي بتاع اوروبي. هو فكر اوروبي مدرب متميز فاز على حسن شحاته. مع المنتخب وقدر يفوز على الاهلي وطلع الزمالك ودوري الابطال 2016 وقدر برضو مدرب عنده فكر متطور بيلعب بطريقه بيبي جوارديولا اللي هي تيكا تاك ماشي. قدر لما لعب السنه دي مع فريقه غير مع فريقه وقدر يحسم بطولات كتير غير مع الاهلي بعد كده لما الراجل جه النادي الاهلي بعد رحيل فايرر. انا شايف ان ظاهرة مش جديدة على الكرة المصرية ان مدرب يعتذر بسبب ازمة عنده في البيت مع زوجته فيرحل عن الاهلي. شفنا مدربين كتير جايين في مصر منهم مدرب الماني ومدربين كتير يعني جداً مدربين عملوها في في مدرب برضو كان للنادي الاسماعيلي احد الفترات في 2006 الاسرة اعتذر قال لك الاسرة انا مرتبط بيها مش هقعد ورحل. جاء كلام وسط كلام كتير ان هو كان رايح بيراميدز لكن فايلر لو جينا قيمناه مع تجربته مع النادي الاهلي هي شبه جيد جدا وليس ممتاز لان فاير فاز مع الاهلي سوبر وخسر سوبر وفاز بدوري بالدوري المصري بالدوري المصري. لما نيجي نقيم موسيماني اللي هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي لا موسيماني خد دوري الابطال وخد كاس مصر بركلات الترجيح. موسيماني التقييم الحقيقي لي لما يلعب في بطوله الدوري يفوز بيها ويفوز بمركز متميز في كاس العالم للانديه والسوبر الافريقي هو ده الاختبار الحقيقي للموسيماني بالظبط ده الاختبار والنسخه الحاليه لدوري الابطال وليست النسخه السابقه لانه لا لان كان فايل كان فايلر حسم جزء منها. استاذ عبد العزيز اهلا بيك يا فندم. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. منور. ده نور. حضرتك في الـ في الـ في العهد السابق للرئيس السابق الراحل حسني مبارك ما كانش بيبقى فيه رموز شبابيه في الحكومه المصريه. تمام. حاليا في عهد الرئيس الاستاذ عبد الفتاح السيسي في رموز مش شباب في الحكومه في الحكومه المصريه من على سبيل المثال مثلا سياده الوزير اشرف صبحي وزير الرياضه. تمام. ده كان ايه السبب يعني تعتقد سبب للاعتماد على الشخصيات اللي هي الاكبر سنا في فتره الرئيس حسني مبارك كانت بتبتدي من سن كبير شويه 50 لكن 50 60 بنلاقي دايما القيادات في سن كبير لكن يعني حاليا بنشوف رؤساء دول سنهم مثلا لا يتعدى 45 سنه. ما هو الفكر اتطور بقى ودي النقطة اللي احنا كرواتيا رئيس كرواتيا دي النقطة اللي رئيس بريطانيا السيسي اشتغل عليها والبرازيل من اول ما ابتدى يعمل مؤتمرات للشباب ويعمل ندوات ليهم ويعمل حاجات بتساعد على التواصل بين الشباب بين الشباب المصري والشباب العربي والشباب الافريقي والشباب العالم منتديات متتالية في خلال منتدى شباب العالم طبعا هو ابتدى من 2016 ابتدى يعمل منتديات
في المحافظات الاول، بعد كده ابتدى يعمل على مستوى العربي الافريقي. طب حضرتك شايف ايه اهم المؤتمرات اللي نظمها الرئيس عبد الفتاح؟ منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم. شباب العالم. ليه؟ ده كان اهم المؤتمرات. حضرتك حضرته؟ انا شفته طبعا لكن ما حضرتوش. ما حضرتوش. لكن غالبا لان هو ايه فايده اللي هو يعمل منتدى شباب؟ اللي هو بيوصل رساله ان شباب العالم كله واحد، او الفكر ممكن يوصل اللي احنا نبقى كلنا متقاربين في الفكر نفسه، في الفكرة نفسها، المصري زي العربي زي الافريقي زي الدول الاوروبية، يعني نبتدي يعني نوصل رسالة. اختلف معك شوية، يمكن بعض الشباب هتفهم ان في وجهة نظر اختلاف، ان المستوى التعليمي والفكري والاسلوب مختلف. في الطريقة مختلف ما بين هنا وبره. تمام. احنا لما نوصل احنا بنأثر كتير قوي في الثقافات. هو اعتقد المبتدأ ده يعني بيقرب التفكير الفكر. تمام. هو كان نجح طبعا، المؤتمر ده كان نجح فعلا جدا طبعا. وبعدين انت بتدي فرصه للشاب اللي هو يطور من نفسه ويحدث من نفسه حتى لو هو امكانياته كانت بسيطه. وبعدين في شباب بتبقى مش عارفه قيمه الحاجه اللي جواها، او عارفه موهبتها ايه، او عارفه امكانياتها ايه. تنميه المهارات. تنميه المهارات دي بتوصل لما بتحطه تحت ضغط وتحطه تحت مواجهه، فبتلاقيه بعد كده بطلع وبطور من نفسه زي الموظف اللي بيخش بعد كده. هو الشاب المصري عامه لما بيتحط تحت ضغط بينتج طبعا. دي طب وايه المعايير مثلا يا استاذ؟ يعني لو اتكلمنا مثلا عن المعايير، استاذ اكيد احمد عنده سؤال زي ده، وجمهور اكيد بيسالنا في حاجه زي كده. تمام. ايه المعايير اللي تخلي اختيار الشباب للانضمام مثلا للمؤتمرات اللي بينظمها الرئيس؟ تمام. اللي هو يكون اولا دارس كويس قوي، يكون متابع للاحداث السياسيه والثقافيه والاجتماعيه اللي المحيطه به، متابع. يعني ايه المؤهل اللي يخليني احضر المنتدى ده؟ ايه المؤهل اللي عندي لك بالعاميه بطريقه الشباب؟ يعني غالبا هو هي مش محتاجه انك تكون مثلا. لا، ما انا مش هجيب شاب من بره كده اقول له تعالى احضر، فاكيد ليه مواصفات معينه. ايه هي مواصفات اللي تخليني احضر المنتدى ده؟ احنا هنختار الشباب اللي يكونوا حاصلين على مؤهلات عليا في يعني مؤهلات عليا وكورسات عليا، ويكون عندهم حدث ولا حرج. تمام. حدث ولا حرج. يعني في اللي واخد في اكاديميه نصر، وفي اللي واخد كورسات لغات، وفي اللي سواء عاش حياته بره مصر ودرس، يعني درس بره مصر. جوزيه مورينيو اطلق تصريح امبارح استفزني، بيقول لك ان كيم سون هو الهداف الرسمي للدوري الانجليزي بدون ضربات الجزاء. ما وراء التصريح؟ التصريح هو اشعال الفتنه ما بين جمهور ليفربول وتوتنهام، خاصه لما انت كان عندك محمد صلاح. لا، لو نتكلم بقى، هو قصده على محمد صلاح. لا، هو برضه عشان ما ناخدهاش من ناحيه ثانيه. انا ما فهمتش اللي كده، ما تفهمش اللي كده. بص، انا افهم ان مورينيو من خلال متابعتي لجوزيه مورينيو، توتنهام بينافس الليفر بالظبط كده، وهو كيم حاليا 12 هدف وافضل لاعب في اسيا في 2020. انا دي نقطه انا بتكلم فيها تاني، وصاحب هدف بوشكاش، انا دي نقطه انا هتكلم فيها. انا بتكلم في نقطه ثانيه، اللي هو ايه دي؟ انت بتقول ان هو في نظري انا ان هو هداف الدوري الانجليزي بدون ضربات الجزاء. صلاح احرز ست ضربات جزاء من ست ضربات اي هم ست ضربات جزاء. وبرضه صلاح مش هو الاولاني اللي بيلعب ضربات الجزاء في ليفربول، في جيمس ميلنر. طيب، على عكس السنه اللي قبل اللي فاتت، كان كين كان بينافس محمد صلاح، هاري كين. هاري كين، وكان معظم اهدافه من ركلات الجزاء. وفي الموسم اللي خد صلاح افضل لاعب هداف فيه، كان هاري كين فرق على بعد مباراتين اربع اهداف بالظبط، بس كانت سجل فيهم هدفين من ركلات الجزاء في الجوله الاخيره. كانت اهدافه معظمها كلها من ضربات الجزاء. ليه مورينيو يطلق التصريح ده؟ ليه مورينيو؟ خلينا نرجع للذاكره شويه ورا. مورينيو لما بدا تدريبه في نادي تشيلسي، بدا بتصريحات ضد ارسن فينجر، قال لك مدرب ليس كان في مرشد دائما الخطوط، حتى دايما بيتشادى مع المدربين الكبار. حتى لما راح اسبانيا، اول ما راح ريال مدريد بعد ما فاز بدوري الابطال على حساب، ووصل على حساب برشلونه في النهائي، قال لك انا هعذب برشلونه وجمهورها وهاخد منهم بطولات، وقدر يكسب منهم اول، بدليل ان هو اول موسم مع كريستيانو رونالدو، هدف كريستيانو رونالدو بضربه الراس في نهائي كاس اسبانيا على ملعب فالنسيا 2011، وقدر يفوز بالكاس. بعديها بدات التصريحات ان هو ان جوارديولا ليس المدرب الافضل، وان هو الافضل منه، وان هو الاستثنائي. بعديها حصل ان ريال خد بالخمسه وبالنتائج الكارثيه في عهد مورينيو،
بعد كده ريال مدريد قدر ياخد يخطف لقب الدوري، قدر يعمل نتائج كويسه جدا في دوري الابطال. بعد كده مورينيو ما حلفوش الحظ انه يوصل نهائي دوري الابطال مع ريال مدريد، وقال برضه في وقت من الاوقات لما يورجن كلوب كان مدير فني لبروسيا دورتموند ان بروسيا دورتموند ليس الفريق الاقوى في العالم وان هناك فرق اقوى منه، ومع ذلك بروسيا دورتموند بلغ نهائي دوري الابطال في الموسم ده وخسر اللقب. امين بيرن لما خسر 2-1 بهدف ايري روبن الشهير. بعد كده لما جينا نتكلم عن مورينيو لما راح تشيلسي نجح مع تشيلسي وعمل نتائج، وبعد كده اللعيبه اتامرت عليه هاجم في الفتره دي نادي تشيلسي، ولما سألوه عن محمد صلاح وهو بيلعب في روما كان مكسر الدنيا مع اسباليتي المدير الفني، وكان ساعتها اسباليتي بيهاجم محمد صلاح برضه وهو لاعب عنده في الفريق، قال لك ان محمد صلاح مش لعيبه، ان هو مش ندمان على رحيل محمد صلاح وكيفن دي بروين والعديد من اللاعبين زي لوكاكو، هو دي وجهه نظر، واللعيب اللي بيتالق معاه هو بيلعب معاه في الفريق. محمد صلاح لو قارنا في عهد مع مورينيو لما لعب في تشيلسي، محمد صلاح ما كانش متميز في ساعتها، كان عنده بعض الاخطاء الكارثيه، ولكن اسباليتي قدر يطور منه وتجربه في نفس الوقت. في نفس الوقت كان الاثنين بيتفاوضوا معاه ليفربول وتشيلسي. طيب خلينا حلو، بس محمد صلاح اختار هو اختار تشيلسي وكان قرار خطا من مورينيو، وكان قرار خطا مورينيو لعب. لو كلمنا على مورينيو تجربته مع اللعيبه الافارقه في تجربه سيئه جدا، يمكن الوحيد اللي نجح معاه في مورينيو هو ديديا دروبا. سامويل ايتو لعب معاه في انتر وتفوق معاه، وبدليل ان هو جابه في تشيلسي. لما تيجي تتكلم بعدي عن لعيب كتير، لعيبه كتير جدا لعبت مع مورينيو وافارقه ما نجحتش. جبنا لو ضربنا مثل في المصري عبد الستار صبري كان معاه في بنفيكا، وفي مشاكل بينهم ومع ذلك ما كملش. فلما تيجي تتكلم عن جوزيه مورينيو تصريحاته دي، هو راجل بينافس على لقب الدوري، جمهور توتنهام متعطش للفوز بالدوري، بقالهم 60 سنه ما فازوش بالدوري. على الجانب الاخر ليفربول بيسعى لمعادله رقم مانشستر يونايتد، فلما تيجي تتكلم فاضل اللقب هو 19 ليفربول 20 مانشستر يونايتد، فلما تيجي تتكلم عن ليفربول عاوز يعمل نفس اللي عمله السير اليكس فيركسون، فاز بالدوري سنتين ورا بعض اللي هي في فتره من 2009 ل 2011 مانشستر كان بياخد الدوري، بعد كده ظهر مع مانشستر سيتي هو اللي بيفوز بالالقاب. صلاح هيستمر مع ليفربول ولا يرحل؟ بعد تصريحاته في جريده الماركا تصريحات صلاح تدل ان محمد صلاح، بس انا طبيعي اي انا حاليا انا بتناقش مع في حوار مع صحيفه اسبانيه، لا 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 فلازم هساله عن هل السؤال ده اتسال لصلاح لما كان في، لو رجعنا لجريده كالشيو ماركاتو الايطاليه لما محمد صلاح كان بيلعب في روما، سالوه هل تفضل العوده للدوري الانجليزي ام البقاء في الدوري الايطالي؟ قال لهم انا بحب اللعب في الدوري الانجليزي، بدليل انه اول ما تعرض عليه ليفربول لم يتردد وافق. لا يعني محمد صلاح هيروح الدوري الاسباني بنسبه كبيره، بس فرصته هتبقى سهله مع برشلونه اكتر من ريال مدريد. الجريده اللي فاضت اللي كانت بتعمل حوار مع محمد صلاح دي جريده ايه؟ جريده اسبانيه كبيره معروفه ليها اسم تاني. ما انا معروفه، انا فاهم، انا عارف، انا بس انا يعني بجيبها لك ازاي ان هي جريده اسبانيه، فبالتالي لازم لما تيجي تتكلم خليني بص أنا لازم تجيب سيره اكبر ناديين في العالم بيفاوضوا صلاح الكره الارضيه، هل بي هل 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 انت هتلعب معاهم او لا؟ فهو لازم، ما هو في دليل كده ارقام، محدش يعرف في حاجات لحد دلوقتي كده بتثبت ان محمد صلاح هيمشي بصراحه. ولا هو تصريح ابو تريكه هو اللي خلى اكد للناس كتيره ان صلاح هيمشي؟ لا هو تصريحات، معلش يعني في دلائل، ابو تريكه قال لك هو زعلان، ماشي هو زعلان بس وليه حق، ماشي هو في حاجات ارقام وحاجات بتدل على ان محمد صلاح هيمشي. خلينا نتكلم، مشاده بتحصل دايما بينه وبين سيديو ماني في الملعب. النقطه الثانيه لما نتكلم عن لما جاله ضربه جزاء في المباراه خلى ميلنر ما رضاش يديها له هو، بس هو كلوب وضحها بعد كده، قال لك انا عندي رقم واحد جيمس ميلنر، شرط الكابتن المفروض في الغياب في منتخب مصر. لما سالوا ابو تريكه في الحوار التلفزيوني وقالوا له ليه صلاح ما ياخدش الشرط كده في المنتخب، قال لك لانها ماشيه بالاقدميه، فما تقدرش انت تكسر الاقدميه دي في احد حسام البدري. يمكن هو من ضمن علامات الحزن في 2020 محمد صلاح لم يشارك ولا مباراه واحده مع حسام البدري. لما تيجي تتكلم على تجربه محمد صلاح مع يورجن كلوب، لا تجربه متميزه ناجحه جدا، بس لما تتكلم على حته الشرط الكابتنه اكيد هتزعله. لا بس ساديو ماني ما خدهاش، انا بتكلم، لا هو على فكره يورجن كلوب طلع مدرب حكيم، انا اخطات باعطاء اشاره لارنولد، كان مدير ارنولد هو قال لك كان المفروض ان ياخدها مين؟ صلاح. لا اقول لك المفروض ياخدها اوريجي، لان اوريجي اقدم من صلاح. طيب ماشي، ما هو ده اللي انا قلت لك، انا بقول لك ماشي نظام الاعدامية، انا لو اخطات فانا اخطات، انا ما اديتش شرط القياده لاوريجي. لاوريجي بس هنا دي نقطه، هنا في مصر العرف المتعارف عليه
الشاره دايما للاقدم بالاقدميه. ده النظام اللي احنا ماشيين بيه في المنتخب ما عدا الاهلي والزمالك. هناك بالشخصيه النادي الاهلي والزمالك يعني بالمدرب فيرجل فان دايك. فكر المدرب ماشي فيرجل فان دايك بقى له قد ايه؟ فيرجل فان دايك فان دايك بقى له قد ايه؟ بقى له في ليفربول سنتين. طيب في لعيبه اقدم منه كتير، هو من ضمن القاده، هو من ضمن الناس اللي بتشيل. ما هو ليه معلش انا اسف، هو فيرجل فان دايك اتفرج عليه قبل ما يجي ليفربول واتفرج عليه بعد ما جه ليفربول. فيرجيل فان دايك في السنه اللي وصل اللي لعب فيها مع ليفربول، اول موسم ليفر كان بينافس على وصل 99 بوينت وما خدش الدوري، وكانت من معجزات الدوري الانجليزي في 2019. لما تيجي تتكلم في 2020 فيرجيل فان دايك ساهم في فوز ليفربول بالدوري، وساهم في وصول منتخب بلاده لنهائي كاس اللي هي البطوله الاوروبيه لدوري ابطال ليفربول. احسن ثلاث لعيبه في العالم. نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا مميزين جدا. استاذ عبد العزيز اهلا بيك. ايه الفرق بين المجلس الحالي للزمالك والمجلس السابق؟ المجلس السابق كان ليه مميزات وليه عيوبه. مميزاته كانت في اللي هو قدر يعمل فريق كبير، كل اللي فيه لعيبة دولية، كل اللي فيه لعيبة ممتازة، كفريق جماعي يقدر يحصد بطولات أو يقدر يوصل الزمالك لمنصة التتويج، وده كان من أهم ميزات المجلس اللي فات. زائد أن ما كانش حد يقدر يخترق الزمالك في الفترة اللي كان فيها المجلس السابق، ده حقيقي. يعني انا في بعض العقود للاعبين كبيره، انا لسه عايز اقول 200 مليون جنيه اتسربوا. 200 مليون جنيه اتسربوا يعني اتسربوا يعني بعد بعد لسه بعد لسه بعد لسه بعد ما مشي المجلس. يعني لا لا التسريبات لا لا اتسربوا بدليل ان انت تم انت كنت بتتعاقد مع عبد الله السعيد واحمد فتحي، تمام. فلما اتسربت العقودات ديت تم التراجع عن الصفقتين. وفي حاجه ثانيه كمان، لا وامبارح كان في تصريح على فكره ان بيقول لك في ان اعلى عقود للعيبه هي عقود في نادي الزمالك، تمام. هو انت كنت جنيه. انت بتنافس منافس قوي. لا انا هل 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 اداره هل الاداره القديمه برئاسه المستشار مرتضى منصور هل هي مجرد لسنه او سنتين ولا انا 8 سنين قعدوا 8 سنين انا بتكلم لا لتكوين الفريق كرة القدم. هو كان فريق في 8 سنين ماشي، انا بتكلم حصدوا ايه الزمالك هيستمر بس كان هل الفريق هيستمر اكثر من سنه 3 4 سنين ولا انا هم انت دلوقتي عندك فرجاني سياسي، تمام، عاوز يمشي لان جاي له قطر لا قطر. والمستحقات بتاعته اتاخرت لغايه دلوقتي سددت. طيب فرجاني سياسي قبل المجلس ما محمد عايز يمشي خلاص قبل المجلس ما يتشال. هل فرجاني سياسي كان عايز يمشي؟ كان مستقر جدا وكان طلباته كلها مستجابه وكان بيلعب بمزاج يعني كلعيب يعني ساسي في عهد سياده المستشار مهدي من ضمن يعني لو اتكلمنا على ايجابيات الزمالك وسلبياته من سلبياته ان الزمالك ما جددش عقد انت ليه استنيت لما عقده يخلص؟ لان كانت المشاكل ابتدت تحيط بالمجلس اللي يعني عمال ما جت الفتره اللي فرجان المفروض يجدد فيها كانت المشاكل ابتدت تتحط بالمجلس. يعني في المجلس الحالي عايز اقول لك على حاجه، في حاجه مثلا انا بس انا بيعجبني في المجلس الحالي حاجه لا انا هقول لك بقى على حاجه ثانيه بدون قطع كلامك. الاستاذ عاصم سالم صرح قال لك احنا بنفاوض ولتر واليا، تمام، بنفاوضه لاعب الاهلي الجديد. ايه؟ لاعب النادي الاهلي الجديد، تمام. لا ده قال لك انا بنفاوضه وخلاص وقربنا ان احنا نضمه لينا. ده كان الصبح الساعه 10 الصبح الاهلي قال التصريح ده بالليل ولتر بواليا في الاهلي. ده رجعنا بقى معلش. طب الكلام ده كان موجود؟ استنى بقى، هو فعلا ده رجعنا بقى لعهد ايام ممدوح عباس. ما قبل مرتضى، لكن مرتضى كان الاهلي يقول ان انا اتعاقد مع فلان كان يدخل الصفقه لو فلان لو اللاعب ده ب 10 مليون كان الزمالك بيطلب فيه 20 مليون. كان الاهلي يطلب فيه 25 زمالك يطلب 40 زي صالح اسمه ايه صالح محسن. كانت القصه داخله الاهلي جابه ب 50 مليون عشان الزمالك عرف وما لعبش. لا صلاح محسن ده بالنسبه ليا انا قصه ثانيه خالص، انا لو اتكلمت فيها مش هتكفيني حلقه وهتكلم بمنتهى الصراحه وبكل ان ماليش مصالح مع حد، تمام. يعني بالنسبه لي انا ماليش مصالح مع حد. السبب ارتفاع اسعار اللعيبه في مصر صلاح محسن. لا صلاح محسن عن طريق مين؟ تركي آل شيخ. انا بقول لك هو رئيس نادي الهلال السوداني دلوقتي حاليا بنبارك له. حاليا بنبارك له. لا يا باشا انا بتكلم صح، انا بتكلم
سبب ارتفاع هو سبب ارتفاع اللعيبه في مصر اساسا. اللعيبه في مصر كان مستشار تركي آلسي. هو كان هو سبب ارتفاع اللعيبه. هو هو على فكره هو كان ليه تاثير سلبي اكثر من ايجابي على بس برضه ليه ايجابي يعني صفقات كتير ضافه للنادي الاهلي والزمالك. ما انا هقول لك على حاجه دلوقتي. ساسي انت شاركي لاعبين في انت مش عارف تجدد لساسي. انت حاليا مستحقات ساسي كتير وعايز مقدم عقد التجديد انت مش عارف تجدد له. يعني انت عقدت معاه برقم كبير. انت عملت ايه؟ انت نزلت لي الميه قلت لي عوم بس ما عايز اكمل اخر الشوط سبتني لوحدي. طب ده يرجع لايه؟ الزمالك كان بيقدر يجدد. ده يرجع لخطا من الكره المصريه سواء اذا كان رئيس النادي الاهلي تمام او رئيس نادي الزمالك باستقطاب تركي آل الشيخ. هو على عيني وعلى راسي تمام. بس خلينا نتكلم في 2020 الكره المصريه تخلصت من الاستقطاب ده. لا ما هو انا بدات تركز حالياً على البتاع. بس عندنا سلبيه واحده حتى حالياً على مدار 9 يعني 4 سنوات او 9 سنوات منتخب مصر بيعاني منها. يا باشا اصل مهاجم راس الحربه الوحيد معظم على عيلتك راس حربه. ما يجيش تركي آل الشيخ ومحدش رد عليه من الساده الاعلاميين في خالص ان هو قال لك انا فريق الترجي بي مبروك لفريق الترجي ان هو بيقابل فرقه ضعيفه. لا الزمالك مش فرقه ضعيفه. الزمالك قطعها بيه. الزمالك مش فرقه ضعيفه. الزمالك تاني ما يجيش يقول انا قاعد اتفرج على الماتش بشرب بليله. انت كده هنعدي النقطه دي. بس انا بقول لك انا ما فيش اعلامي يتكلم في النقطه دي خالص. وبرده عايز اقول لك على حاجه يعني انا ما برده في النادي الاهلي ما اطلعش اقول تركي آل الشيخ انا استقلت من النادي الاهلي وارجعه تاني. ده النادي الاهلي يا عم في ايه؟ ده النادي الاهلي. اخطاء مجلس يعني. ده النادي الاهلي. ما دي اخطاء مجلس. النادي اكثر نادي حاصل بطولات في الشرق الاوسط. الاعلام برضو ما بيوصلش مع النادي الاهلي في حته ان هو ازاي يحاسبه على اخطائه. انا عندك اعلامي واحد يتكلم. انا ملاحظ واحد يتكلم. لكن الزمالك الغلطه عنده بتطلع على الساحه الاعلاميه بطريقه سريعه. الاهلي كان واخد حقه بزياده اعلاميا قبل قناه الزمالك. اعلاميا. دلوقتي بعد قناه الزمالك وظهور نغمه من نجوم في الزمالك بالعكس نشوف برامج سوري زي ما في دون ذكر اسماء في برامج معينه في الاهلي بتهاجم الزمالك في برامج معموله في الزمالك مخصوص تهاجم النادي الاهلي. فدي سبب الفتنه اللي ما بين الجمهورين. لكن خلينا نتكلم نادي الزمالك واخد حقه دلوقتي بقانون المجلس مستدعى. ايوه واخد حقه في ايه؟ عايزين يستحق يكون فعلا احسن لاعب في العالم. مين؟ ليفاندوسكي لعيب متميز جدا نجم بروسيا دورتموند السابق ونجم بايرن الحالي. لعيب في اكثر من لاعب كان بيلعب في بروسيا دورتموند وراح بايرن. بس فيهم اللي نجحوا فيهم في اللي خدوا كاس العالم جوتزا اللي كان بيلعب بس بيلعب فين دلوقتي؟ لا ماشي ايند هيفن كان بس كان اول ما لعب بس ما لعبش مع جوارديولا اتظلم راح 3 سنين قعد دكه ومشي ومستواه كان متزايد مع دورتموند لحد ما استغنوا عنه مجانا. فلما تيجي تتكلم عن روبرتو شفنا لايزبنج وصل نصف النهائي. لايزبنج وصل نصف النهائي وهيلاعب ليفربول انما كلمني على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ان الاثنين ينجحوا محليا كويس جدا انما على المستوى العالمي هيحتاجوا وقت طويل جدا. الاهلي هيكون ليه دور كبير ان شاء الله في كاس العالم للانديه. ناخد بس فاصل اعلامي ونجاوبنا على السؤال ده. نطلع فاصل اعلامي ونتواصل ارجو ان تبقوا معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام. سالتك قبل الفاصل الاهلي تتوقع ايه في كاس العالم للانديه؟ لا الاهلي ما اعتقدش هيعمل حاجه في كاس العالم للانديه رغم ان هو هيشارك في الدوري العربيه. ليه خليك تتوقع طيب كده؟ نرجع للتقييم. الاهلي في 2005 اول مشاركه يعني تالت عالم. لا 2005 لا قصدي يعني ان الاهلي تالت عالم ماشي يعني ده 2006 مش غريب عليه. لا ماشي مش غريب عليك بس تعالى نتكلم على الاهلي. هو تاني فريق اكثر مشاركه بعد نادي اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي اصلا هناك العمليه محسومه يعني ماشي بس نتكلم دلوقتي النادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. موسيماني انت هتلاعب فرق كبيره. الفرق الكبيره دي انت لازم تتابعها كويس جدا ولازم تعمل معسكر اعداد. الاهلي في 2006 مع مستر مانويل جوزيه عمل معسكر اعداد وفاز بالبطوله بصعوبه جدا من الصفاقسي وقدر يعمل مشاركه في كاس العالم للانديه بعد ما شارك في اول نسخه 2005 وعمل المركز السادس. في 2006 الاهلي حقق الثالث. في 2000 لو رجعنا للتاريخ لما الاهلي غاب 2007 وشارك في 2008 الاهلي خد المركز الخامس امام بتشوكا. ولما رجع الاهلي شارك في 2011 2012 2013 الاهلي ما عملش مركز متميز باستثناء 2012 اللي هي سنه الشهداء بتاع النادي الاهلي قدر الاهلي ياخد فيها المركز الرابع. لما شارك في 2013 في دوله المغرب
بس هي في النهايه هي سنه اعتزال ابو تريكه الاهلي ما قدمش اي حاجه. هي البطوله مش غريبه عليه، مش غريبه عليه، لكن اجواءها مش غريبه عليه هو. بس مش بص، طموح ان الاهلي يفوز ببطوله كاس الانديه؟ لا انا ما بقولش يفوز، لا هو طموح مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب. لا صعب مستحيل ان الاهلي يفوز بيها. عشان تفوز بيها لازم النظام يتغير بتاع البطوله، اللي هي معلش انا اسف بطل اوروبا بيجي يلعب ماتشين ويمشي ويروح، والناحيه الثانيه كده كده هيتغير السنه الجايه، هيبقى خلاص هيبقى كذا فريق. ولكن خلينا نتكلم 24 فريق، لكن احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. الاهلي ما اعتقدش هيعمل حاجه، هي بطوله كاس العالم هيظهر بشكل متميز، لكن مش هيفوز. معلش انا اسف انا بختلف معاك، مش ممكن يفوز اول مباراه على بطل اسيا اللي هيلعبه، ولكن ممكن ما تلاقي الناحيه الثانيه بطل امريكا او بطل اوروبا مش هتخليك. وفي مباراه المركز الثالث والرابع مش كل مره تسلم بجره الاهلي ياخد المركز الثالث او الرابع انا مع احترامي ليك ما شفتش فريق عربي حتى الان نجح يوصل لنهائي غير الرجاء وفريق العين الاماراتي. العين الاماراتي هم دول الاستثناء الوحيد العربي، الجون عالمي لحسين الشحات ده اللي بنتكلم فيه. لكن الاهلي عشان يوصل لنهائي كاس العالم ده صعب شويه، لازم الاهلي يواجه فريق يكون ضعيف. ايه النصائح اللي توجهها للشباب الفتره اللي جايه؟ انصحك انك تبقى طموحك ما يوقفش عند نقطه معينه. لازم يعني لازم بيمر عليا في مستصدق في, في الاكاديميه بيضغط عليك جامد. مستصدق انا عشان اول مره وبتاع تعالى مالك قول قول. هو يعني بيقابلني كتير الشباب في الاكاديميه عندنا بيكونوا مش عارفين هم موهبتهم ايه او هويتهم ايه، فاحنا دورنا احنا تنصحوا بايه بقى؟ انصحوا ان انت ما توقفش عند حاجه معينه، ولازم تشوف يكون ليك حد. يعني مثلا زي محمد صلاح ما وقفش عند حاجه معينه، كان ممكن محمد صلاح وقف مع مصطفى يونس قال له ركز في الكوره ما تفكرش في حاجه براها هتنجح جدا. تمام بس محمد صلاح قبل ما تروح محمد صلاح لو كان في المقاولين حتى قبل ما يلعب اساسي في المقاولين كان بيقابله ظروف صعبه كتير في سفره ومروحه من السنه، كان بيسافر 13 ساعه يعني كان ممكن ما بقاش محمد صلاح، لكن هو عشان حاطط لنفسه طريق وطموحه دايما وطموحه دايما مستمر. يعني حتى هو بيلعب في ليفربول عايز يكون احسن لعيب في ليفربول او احسن لعيب في العالم وتقيم. انت نصيحتك للشباب بشكل توتال تنصحه وتقول له ايه؟ انا نصيحتي للشباب انك تشتغل على نفسك كويس قوي، تتعلم كويس قوي، تثقف كويس، تعرف ايه نوع المهاره اللي انت بتعملها، وتعرف الحاجه اللي انت كويس فيها طور منها وحدث فيها دايما باستمرار، هتلاقي نفسك ابتديت توصل. اول ما تبتدي توصل لنقطه بس، اول ما تبتدي توصل لنقطه سيبني اكمل كده. كمل. اول ما توصل للنقطه دي انت بعد كده هتبتدي هتغلط، بس غلط على غلط يعني غلط التكرار هيصلح، وبعد كده هتبتدي تشتغل وهتبتدي تقاوم نفسك بعد كده. الاول كنا بنسمع الاخبار لحد الافريقي كنا بنسمعها من الجرايد والمواقع المصريه. تمام. ازاي دلوقتي احنا بنسمعها من مواقع المغربيه؟ هل ده الوجود سيطره مغربيه؟ هل في سيطره حاليا مغربيه؟ في سيطره مغربيه على الكاف استاذ هاني؟ لا مفيش. انت الاول كل خبر كنت بتسمعه من الموقع المصري، يعني خبر افريقيا كلها بتسمعه من المواقع المصريه، حاليا انت بتاخد من مواقع المغربيه اللي هي زي 24 ايا كان وات ايفر بقى، يعني انت بتاخد منهم هم الاخبار دلوقتي حاليا بدل ما كان بيتاخد الاخبار من المواقع المصريه. هو ده النتيجه لسيطره فوزي الافجع على الكره المغربيه، على الكره المغربيه وعلى الكره الافريقيه. بدليل لو اتكلمنا تاجيل ماتش الزمالك طبعا ده مع الرجاء، بطولة الكونفدرالية تتلعب في المغرب. طب ازاي فريق مغربي هيلعب مع فريق مصري على في المغرب؟ يعني المفروض على الاقل تبقى ارض محايدة تونس مثلا، زي ما عنده نفس الاعتراض دلوقتي ان هو مش عايز يلعب في ارض مصر. النقطة واتنقلت برضه لقطر. ما هو ده يرجع لسيطرة زي ما قلت لك فوزي الافجع. يعني السيطرة المصرية مش موجودة عندنا لحد. هل وصل المنتخب مصر او اتحاد بحجم الاتحاد المصري اللي هو رقم اللي هو مؤسس الرئيسي ومقر الاتحاد عندك هنا في مصر ان احنا نوصل لدرجه ان الاخبار الاتحاد الافريقي من ضمن يعني كوارثه في 2020 شفنا فضايح رئيس الاتحاد يعني. فهل وصلت بينا الدرجه ان احنا ناخد اخبارنا من بره ومقر الاتحاد الافريقي هنا في مصر؟ بص هو زي ما انا قلت الاتحاد المصري كان بيعيش في الفتره اللي فاتت تخبط
بعد كده جت لجنه مؤقته. يعني مفيش شخصيه في مصر قياديه تقدر تتحكم. انا بقول لحضرتك الله يرحمه سمير زاهر كان ليه دور. ماشي الله يرحمه مصطفى فهمي الله يرحمه. كل دول خلاص يعني فتره واختفت. ايه ده عايز ده كان عايز ينقل الاتحاد ينقل المقر. رئيس الاتحاد الافريقي احمد اللي هو تم اقالته. اقالته كان عايز ينقل المقر للمغرب. المغرب ماشي يعني ما هو ده يرجع. وانا بقول لحضرتك للتخبط اللي بتعيشه الكره المصريه في الفتره الاخيره. الكره المصريه لو بصينا لنتائج المنتخب انت عملت ايه في اخر 10 سنين؟ هنتكلم انت وصلت كاس عالم بس كاس امم وصلت نهائي كاس امم. وعلى فكره كانت مجموعتك مع ضعيف. كوفر لما نتكلم عن لا كانت مجموعتك ضعيفه. ماشي كانت مجموعتك في كاس العالم صعب. كانت ضعيفه. لا بمواجهه انك تواجه روسيا. لا لا مجموعتك في التصفيات. لا تصفيات انت ما كانتش غانا بنفس غانا موريتانيا والدول اللي بتواجهها دي ما كانتش غانا بنفس القوه اللي هي اللي احنا قابلناها اللي كسبتنا هناك. مش كانت توجو اللي انت بتواجهها اللي هي بلد ايدي بايور اللي في سباق افضل لاعب 2008 فاز على امريكا. ماشي لما تيجي تتكلم عليها محترمي ليك انت عندك مشكله مع الكره مع الكره الافريقيه بدليل المعايير. اختيار افضل لاعب في افريقيا اتحرم مننا لعيبه مصريين كتير بسبب الاختيار المعايير. واحد زي 2006 كان يستحقها محمد ابو تريكه خدها لعيب افريقي. 2008 كان ابو تريكه عمل كل حاجه في الكوره دوري ابطال عمل ما اخدش خدها عشان ديديا دروب خدها ايدي بايورا عشان جاب 13 جون في الدوري الانجليزي. الفتره الاخيره كانوا مصنفونا اللي احنا منتخب صلاح. الفتره اللي انت بتتكلم عليها اللي فتره كوبر هو المنتخب الوحيد اللي نجح. منتخب مصر ما نجحش انا باختلافي ليك غير مع مدرب واحد هو كوبر. جبت برادلي ما نجحش خدت 6-1 من غير ليه كوبر عشان كوبر بيلعب لم ياتي مدرب غير كوبر بحجم حسن شحاته سوى كوبر لا بس حسن شحاته اعلى. دي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه وانا بشكر الاستاذ عبد العزيز. اهلا بيك يا فندم. شكرا دي كانت حلقتنا النهارده ونتقابل ان شاء الله الاثنين الجاي في حلقه جديده من برنامج دردشه سريعه. الى اللقاء. السلام عليكم.